تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمغير من وضع حد لشبكة دولية خطيرة تروج لمواد صيدلانية داخل التراب الوطني. أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بستيل بخدمة شرط الطريق على مستوى الطريق الوطني رقم 3، تم توقيف سيارة لنقل المسافرين. بعد تفتيش الأمتعة تم العثور على 30 علبة بكل منها 50 حقنة بمجموع 1500 حقنة ذات جرعة 8 مللتر من صنع أجنبي من مملكة إسبانيا خاصة بالتخدير الموضعي للأسنان. بعد التعمق في التحقيق والتحري تبين أن الأمر يتعلق بشبكة دولية مكونة من الموقوف وشخصين آخرين من جنسية ليبية وتونسية. على إثرها تم الاتصال بالسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المغير الذي كانت تعليماته تقديم الشخص الموقوف فور الانتهاء من التحقيق.